السلام عليكم مشاهدينا، وما كنتوا عم تحضرونا على قناة عربي تاك. درسنا اليوم عن السفير ببرنامج اوتوكاد 3D. مثل ما علمنا هون، بس نكبس تحت في هيدا اشارة السهم الصغير، نكبس عليها بيجي عنا اشكال الهندسية، من بيناتهم اللي هو سفير. نكبس عليه بيجي عنا بهالطريقة، نعمل بالماوس اوكي. هلا مثل ما شايفين هودي الخطوط الموجودة عنا هون، هودي أي بروجرام 3D بحطون، هيدي عبارة عن خط الأرض الموجود عنا. فنحن بنجي على اليمين نكبس فرونت، بيعطينا ميلي الفرونت، نكبس من هون بيعطينا سهمين، نكبس السهم ومنعلي قد ما بدنا بهالطريقة. منعليه مهم يكون فوق الأرض، عادة السفير بتجي بالنص بين الأرض، يعني نصها من تحت الأرض ونصها لفوق الأرض، فنحن بنحاول نرسمها ونعليها لا تزبط معنا 100%. بنروح على 3D Orbit، 3D O يعني على الكيبورد أو Orbit، نكبسها بهالطريقة بتصير عنا على وجه الأرض. أصدقائي، هذا كان كل شيء عن السفير ببرنامج أوتوكاد 3D، وشكرا.